النهاردة احنا قناة العاصمة قناة مصرية بتمويل مصري بوجبة مصرية، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخاطب البني ادم المصري باللغة بتاعته وبالطريقة بتاعته. اهم حاجة في المسألة ان احنا تمويلنا مصري، ان احنا مصري بجد ومعروف اولنا من اخرنا، وكل ما قديم مدفوع معروف احنا جايبينه منين. فاحنا جايين نقدم وجبة مصرية حقيقية محترمة ان شاء الله. يعني احنا بنشتغل من ارضية 25 و30 يونيو، احنا مع اختيارات الشعب المصري، اللي اختاروا الشعب المصري مع الشرعية احنا معاه باختصار شديد. يعني